أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. تحل اليوم الذكرى 52 على رحيل قائد ثورة 23 من يوليو وصاحب النهضة المصرية الحديثة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذي توفي في 28 من سبتمبر عام 1970. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر صاحب أكبر جنازة في تاريخ مصر، ودعه الشعب بحب ولا يزالون يتذكرونه حتى اليوم. ومع مرور ذكرى مولده ووفاته يتوافد محبيه لزيارة ضريحه رافعين لافتات مدون عليها اسم الزعيم الراحل. ولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 15 من يناير عام 1918 بالإسكندرية لأسرة تنتمي إلى صعيد مصر، وانتقل في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريدة، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية في عام 1937. بدأ جمال عبد الناصر حياته العسكرية وهو في 19 من عمره، فحاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد جامعة القاهرة حاليا. وحينما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية، تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة، وتخرج فيها برتبة ملازم ثاني في يوليو عام 1938. عمل جمال عبد الناصر في صعيد مصر فور تخرجه، ثم انتقل عام 1939 إلى السودان، وتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول. بعدها عمل في منطقة العلمين بالصحراء الغربية، وتم ترقيته إلى يزباشي رتبة نقيب، وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية العاملة هناك. وفي العام التالي انتدب للتدريس في الكلية الحربية، وظل بها 3 سنوات إلى أن التحق كلية أركان حرب، وتخرج فيها في 12 من مايو عام 1948. وظل بكلية أركان حرب إلى أن قام مع مجموعة من الضباط الأحرار بثورة يوليو. وشارك جمال عبد الناصر في حرب 1948، وهذا ما دفع عبد الناصر وزملائه الضباط للقيام بثورة 23 من يوليو عام 1952. وكان لجمال عبد الناصر دورا مهم في تشكيل وقيادة مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم الضباط الأحرار، حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله في يوليو عام 1949، وضم الاجتماع ضباطا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية. وانتخب في عام 1950 رئيسا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار، وحينما توسع التنظيم انتخب لقيادة التنظيم، وانتخب عبد الناصر رئيسا لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذي أصبح فيما بعد أول رئيس جمهورية في مصر بعد نجاح الثورة. ويعد جمال عبد الناصر هو ثاني رؤساء الجمهورية بعد زوال حكم الملك فاروق، وتوفي أيضا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 28 من سبتمبر عام 1970 بعد 18 عاما قضاها في السلطة. كانت هذه أبرز المحطات والتفاصيل الخاصة من حياة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.